الحيوانات هي إحدى الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض، ولها أهمية كبيرة في جميع النواحي، وتعد مملكة حيوية. وفي هذا الفيديو سوف نتناول بعض المعلومات والحقائق عن الحيوانات، والتي ربما قد لا تكون سمعت عنها من قبل. الكل يرى أن دب الباندا هو ذلك المخلوق الضخم اللطيف، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مولود الباندا لا يتعدى وزنه وزن فنجان القهوة، فحجمه حين ولادته يكون أصغر من الفأر. نقار الخشب يمكنه نقر الخشب بسرعة 20 نقرة في الثانية الواحدة دون توقف أو شعور بالألم. يمتلك الأخطبوط 3 قلوب، يعمل 2 منهما على نقل الدم، في حين أن الثالث يحافظ على تدفق الدورة الدموية للأعضاء. وفي الواقع يتوقف القلب عن الدق عندما يسبح الأخطبوط، لذلك يميل إلى الزحف بدلا من السباحة. يعرف الكثير من الناس أن القطة لها قدرة هائلة على تحريك أذنيها، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنها تملك 32 عضلة في كل أذن. الأسد يعرف عنه أنه ملك الغابة، ولكن في الحقيقة فإن اللبوة هي التي تقوم بأكثر من 90% من عمليات الاصطياد وتوفير الغذاء للعائلة، والأسد أغلب ساعاته يقضيها في النوم. تعد النعامة هي أسرع من الحصان، كما أن الذكر الخاص بالنعامة يمكن أن يذأر مثل ما يفعل الأسد. الحصان من أقوى الحيوانات، حيث يمكنه الوقوف لمدة شهور طويلة دون كلل أو تعب، وبالتالي فإنه ينام واقفا. الخفاش من الحيوانات التي تعتبر من الثدييات، وبالرغم من أن الثدييات لا تقوم بالطيران، إلا أن الخفاش قادرا على الطيران بسهولة. النمل لا ينام أبدا ولا يمتلك رئة كباقي المخلوقات، كما أن أعداد النمل ضخمة للغاية، فهي أكبر من عدد البشر بحوالي 1,000,000 مرة. على الرغم من لونه الأحمر، فإن السنجاب يميز جميع الألوان ما عدا اللون الأحمر ذاته. النحلة تمتلك سرعة كبيرة جدا في الطيران، حيث ترفرف بجناحيها حوالي 230 مرة في الثانية الواحدة. الخلد لديه القدرة الكبيرة على الحفر، حيث يمكنه حفر خندق بطول 480 كيلومترا في يوم واحد فقط. الثعبان نوع من الزواحف التي لا يمتلك أذن، بل إنه يسمع من خلال الاستشعارات الموجودة في جلده، ويقوم بترجمة هذه الاستشعارات إلى صوت. خرطوم الفيل يتكون من 15,000 عضلة، ويمكنه شرب 200 لتر من الماء يوميا. التمساح هو الحيوان الوحيد الذي يستطيع بلع طعامه بتحريك فكه العلوي مع إبقاء فكه السفلي ثابتاً. الأسماك ليست عمياء، فهي ترى بشكل جيد خاصة في أعماق البحار، حيث تمتلك جميع أنواع الأسماك على العديد من الأصباغ الضوئية والبصرية التي تجعلها ترى حتى في ظلام البحار. هذا كل شيء لليوم يا أصدقائي، قم بالضغط على زر أعجبني والاشتراك معنا في القناة. قولوا لي أيها الأحباء، ما هي المعلومة الجديدة التي استفدتم منها من هذا الفيديو؟ واذكروها لنا أسفل في التعليقات. نلقاكم بفيديو جديد من قناة لمحات قصيرة. شكرا لكم على المشاهدة، أحبكم جدا، مع السلامة.